لكن يا استاذ محمود انا هاخد رايك طبعا في الامر ده لانه مهم، انا هاخد راي حضراتكم كلكم في هذا الامر، ولكن انا داخل على مباراه يوم الخميس القادم، النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، نادي الزمالك ثاني اكبر نادي في مصر، خلاص. وبالتالي عندما تتكلم عن النادي تتكلم عن كبير مصر اللي هو والقاره الافريقيه، النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي بعده على طول، صح؟ حاجه فيها ديربي او ديربي، وبالتالي تتكلم على ناديين كبار. كيف يمكن التعامل الاعلامي بشكل او باخر، وانت حضرت من دي حاجات كتيره جدا زي ما الاستاذ جمال قال وزي ما حضرتك قلت، استاذ عصام برضو يعني ياما هساله في هذا الامر انه ياما حضر استاذ اسامه كلكم الحقيقه. وبالتالي كيف يمكن التعامل في مثل هذا الامر خلال الثلاث او الاربع ايام القادمه بما يتناسب مع اسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك؟ لا يا كابتن، بص، انت دخلت في قضيه وبعد كده دخلت حصرتنا في 3 4 ايام، هي قضيه عامه يا اما في 3 4 ايام، هي قضيه في المشهد الاول. في القضيه العامه عايز يطبقها على مباراه، عاوز يقول رايه يمكن في القضيه، القضيه اللي هي التناول الاهلي. لانه السؤال ده وليه من حضراتكم تحديدا جاب نموذج، يعني ليه حضراتكم تحديدا؟ لانه في الاخر لما اجي اتكلم على جمال الزهيري مش انا اللي هتكلم عنه، لما اجي اتكلم على محمود صبري، استاذ اساتذه طبعا محمود صبري، الاستاذ عصام، الاستاذ اسامه، مش انا اللي هتكلم عنكم، لكن كتاباتكم ووجودكم في صحف كبيره جدا ومواقع كبيره جدا مصريه كبيره جدا يخلينا ياما عشتوا من الحاجات دي كتير قوي 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 قوي. فانا السؤال ده بالنسبه لي مهم قوي. انت بتعيش على، انت في مرحله فترات، يعني ما اقدرش انا ابدي حكمي مثلا على ما على قنوات واقول لك انه في، لا، في برامج بتلتزم الحياد والحفاظ ان مؤدي البرنامج عارف نفسه والمعدين اللي معاه عارفين. حضرتك بتتكلم على التلفزيون. انا بتكلم على التلفزيون دلوقتي. وفي برامج تانية تجد منها وتشاهد اخبار في منتهى الغرابه، لانه الامر انت تدريجيا تحول، لانه كثيرا ليس من منتسب الصحافه، الان انت تعيش جيل جديد من منتسبي اعلام المواطن اللي هم الناس اللي على السوشيال ميديا تحولوا الى معدين، وهم اصلا كانوا مشجعين، فاصبحوا قنوات ايه؟ استوديو فاعل رئيسي، كل ما حد بيقدم برنامج دلوقتي هي مجموعه ايه؟ واصحاب برامج مصروف عليها، واصحاب برامج ده واصحاب برامج، يعني فالدنيا عاوز اقول لك ايه؟ الحسبه بقت مختلفه هنا، والغالبيه لا، الكفه مايله. اوكي. الكفه مايله ومتشافه، ومش متشاف عشان رد الفعل المعمول. كفى بينا ضد النادي الاهلي ضد ده طبعا. أوكي. في 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 توجه في مجموعه برامج مش عاوزين نسمي، لكن عاوز اقول لك ايه، في واحد واثنين مثلا محافظين على نفسهم، خلاص بامانه شديده، يعني محافظين واخدين طرق الحياد، لو قال كلمه عن الاهلي لازم يقول كلمه عن الطرف الثاني عشان ما حدش يمسك عليه حاجه، ماشي، ما فيش خلاف. لكن الباقي لا يتوارى. اوكي. ولا يخجل ان يقول اخبار في برامج بتسلسله تقدر تسميها وتقول عليها الكلام وصحف. ما خلاص، ما الوضع في الصحافه يبقى ايه؟ الوضع في الصحافه حاجه تانية. الصحافه عندك بقى كام فلتر بتمر عليه الليله دي؟ عندك 3-4 فلاتر. اذا انت فكرت بنفسك تكتب حاجه، تكتب حاجه، اذا ما كانش عندك معلومه مستند على مصدر، عندك بيعدي على ديسك، ومن الديسك بيعدي على تصحيح، ومن التصحيح بترجع على دار. فضلك يا استاذ محمود، انا بكلمك. فضلك يا استاذ محمود، ده شرح مهم جدا، لان انا بكلمك على، لكن اللي بيتفرج على حضرتك ممكن صحيفه على بعضيها بقى تبقى في الاتجاه، فما تعديش على الحاجات دي. الاتجاه الشخصي طبعا، هي حب شخصي وحاجات شخصيه. ما خلاص، انا بكلمك على الصحافه، اصل الصحافه اللي احنا ايه؟ الميكانيزم بتاعنا. انت ماشي عليه، يجي عندك في الاخر ايه؟ بعد ما تمر على 3 مراحل وتصحيح، وبعدك ترجع للديسك تاني عشان يقرا الصفحه تاني، لو حد فكر انه يعدل ولا حاجه، بيبقى في فيصل كمان مدير عام التحرير بياخد الصفحه ويبص نظره على العناوين، شوف الوضع عامل ازاي هنا، بايه بيبقى في القرار. طب لو انت استندت وعملت الموضوع ده، خدت على اساس، وريني يا عم مصدرك فين؟ ها، في حاجه اسمها قال مصدر؟ لا، انا عاوز مين المصدر؟ قال اسامه، قال عصام، قال جمال، قال اسلام، قال محمود، لكن تقول لي كده لا. طب ده في المواقع برضو يا استاذ؟ المواقع بقى، أيوة. لا، الوضع بقى في المواقع مهم هنا جدا. في مواقع أيوة. بتحافظ على اسمها وشخصيتها اللي هي نشات عليها وتبقى حريصه جدا، ونقدر نسمي في ناس محترمه. لا، مش عايزين نسمي اسماء، مش وفي حاجه تانية فجاه كده تلاقي ايه، سيل من، ايوه، التوجه الغريب اللي يخليك ايه يا جماعه، ليه ده في اماكن تانية ما حدش بيقدر يكتب مثلا سطر عنوان جمال الزهيري النهارده ما جاش مثلا، يعني مش عارف ايه. فاللي انت عاوز تقوله يا كابتن اسلام، لا، في مشكله، ايوه، في مشكله. اوكي، ماشي.
المشكله متشافه من النهارده، لا مش متشافه من النهارده، المشكله متشافه من سنتين ثلاثه، وحضراتكم اتكلمتوا فيها وابعد من كده، متشافه وانت بص عليها وحضراتكم اتكلمتوا فيها. ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك انت هنا المشهد ايه، هل انت مسؤول كنادي؟ اه مسؤول، تبقى اصرف حق نفسك كنادي، كنادي اوكي، محتاج تقف، محتاج تراجع نفسك، فين كنت فين وبقيت فين، وضعك عامل ايه انت نفسك. البعض استمر او استباح الاهلي نظرا لحاله الالتزام من بعض، والاهلي طبعا بيترفع عن الامور وعن الصغير، ما بقدرش يدخل في نكافله خلاص هو ماشي. معلش يا استاذ محمود، هل حضرتك كده بتحاسبني؟ مش انا يعني، مش بحاسب الاهلي، هو حضرتك بتتكلم عن الاهلي ان هو ملتزم بالاخلاق والمهنيه، وانا بكلمه وانا بكلمك وعلى فكره، على فكره، على فكره، عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، هذا لا يقلل من الاهلي، لان احنا برضو مرينا ب يعني عايز اقول لك بتجاربنا في الصحافه واصطدمنا كتير جدا طبعاً. لم نشهد، وانا بقولها على الهواء، لم نشهد ان حدث هناك خروجا من النص او عن النص من المسؤولين في الاهلي في قمه، عمرها ما حصل، قمه ما فيش، عمرها ما حصل، لم تتلقى ولا تليفونا او تتلقى اتصالا او تتلقى تصرفا غير مرغوبا فيه. انا ممكن اقول لك انه جيت في فتره مثلا ودخلت انا على مستوى شخصي في مثلا في خلاف في وجهات النظر مع مستر مانويل جوزيه، خلاص، وكان سببها يعني ايقاع برضو من تصرف من حد ترجم حاجه غلط، نقل التصرف، ولكن حصل ايه؟ حصل نقاش والجمهور غضب في الاخر وحصلت حدوته بقصه. لكن انا عايز اقول ايه؟ الاهلي يعمل بمبدا ادارته، اداراته بص ما بتتغيرش السيستم، لو جبت مين هتلقى الوضع زي ما هو ما اتغيرش على مدار السنين. يعمل مبدا ان انا ماشي كده في طريقي اهو، انا ماشي في طريقي خلاص، انت بتحدف عليا طوب، في طوبه ممكن من الطوب ده تقلقك، بتيجي في وقت لما تحس فيه انك انت صبرت بما فيه الكفايه وتعاقب نادي وفريق بحجمه وصل لهذا المستوى، اتنين افريقيا واتنين سوبر وتالت عالم مرتين، وحصل عنده، حصل عنده هبوط مؤقت فني طبيعي جدا لاعتى فرق العالم اللي احنا بنتكلم عنها، واحنا بنتكلم على الكوره، لما الناس زعلت لما الاهلي خد كل حاجه، مش زعلت الناس يا استاذ عصام طبعا، خد كل حاجه قال لك ما سيبش حاجه لحد، طب لما تراجع المستوى وخس... انا بكلمك بروح في حته بلاقيكم، انا بكلمك هو اللي قر عليه هو اللي انا بكلمك، ولما تراجع المستوى وعشان تبقى في منافسه محتدمه، والمنافسه لازم يبقى فيها ثلاث اربع انديه يا جماعه طبيعي، ما فيش حد يتكلم، لكن خلاصه الامر يا ابو الاسلام هنا بيبقى الفيصل والمفصل الاساسي هو الضمير. اوعى تعتقد انك بامكانك ان تخدع جمهور الكوره، جمهور الكوره واعي جدا طبعا. ويقدر الناس وبيشوفها وبيتابعها، وعلى فكره يبقى بتابعك على فتره، ما بديكش حكم على شافك في حلقه ولا شافك في برنامج ولا قرا لك موضوع، لا ده بيبقى عارف سلسلتك ماشيه ازاي. لا ده انا اسامه السويسي ما نسالوش موضوع من 20 سنه كتب فيه 1 2 3 4. هل هذا الكلام وما يحدث الان او حدث من البعض خانوا التوفيق وتجاوز في حق الاهلي، انه هيخلي الاهلي يقف ولا يكمل في مشوار وسعيه نحو استرادة هيبته وشخصيته؟ لا الكلام ده مش هيحصل، مش هيحصل. انت ايه ده؟ بالعكس، ده انت بهذه التصرفات لازم هتخلق دوافع عند الإدارة وعند اللعيبة وعند الناس كلها الموجود وعند الجمهور، انه عنده ثقة، واللي عاوز يقرأ تاريخه كويس جدا أيوه. ويستمد منه مجده وعظمته باللي وصله، يرجع بس 20 سنة ورا ويشوف لما الاهلي كان فين ومتاخر بقد ايه عمل ايه، لما كان متاخر بقد ايه عمل ايه، بس هنا كان مين الفيصل الموصل فيها ودي كلمه قالها ربنا يديه الصحه ويبارك في عمره الكابتن حسن حامد، لما حصلت مشكله من نفس المشاكل في فتره من الفترات قال كلمه والناس قاعده، قال خلي الناس تعمل اللي هي عايزاه، احنا هنصير في طريقنا نحو فوق، هنحقق بطوله واثنين، واللي بيهاجمونا النهارده لن يستطيعوا انت هتسكتهم يعني اسكتهم بنجاحك وبتفوقك وبردك في الملعب، والحقيقه دائما هي دي عاده اهلاويه طبعا، ولكن دائما هو الحقيقه الأسوأ من الهزيمه عدم القتال هكذا قال السيد مانويل الحقيقه. وانا اتبسطت ان ريكاردو امبارح عادها بشكل تاني لما قال ما عنديش مشكله في هزيمه النتائج أيوه. لكن عندي مشكله انه الاداء ما كانش مرضي ليا في بداية تولية المهمة يعني تمام.